السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلينا لم يرفض ملف الجزائر. محامي ليدي الفيفا يكشف معطيات بخصوص ملف مباراة الجزائر والكاميرون. أتمنى من أخواني أخواتي وضع اللايك والاشتراك. أحب الجزائر وأهل الجزائر. هيا بنا. تحية كبيرة لجميع متابعين قناتي يوميات شادي العمور. شكرا لكم لدعمي بهذه القناة، وتحية لكل من يراني بمن كل من يرى هذا الفيديو. هيا بنا نسمع هذا المحامي ماذا قال؟ ديني الأستاذ وصل الدين عزام، عضو الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم ومحاضر الفيفا للقانون الرياضي. أهلا بك أستاذ وصل في صباح الرياضي. أهلا بك، صباح الخير وصباح الخير لكل المشاهدين. صباح النور. خلينا نتكلم عن المحكمة الرياضية الدولية، لأن هي أصلا النهاردة حوارنا كله مبني على ده. عايزين ندي معلومات أكتر، إيه هي المحكمة الرياضية الدولية، بتشتغل إزاي، فيها كم قاضي، تفاصيلها ايه، علشان هي تكوينها ايه اصلا، في قانونها تأسست امتى. نبذة كده مختصرة قبل ما نبدأ كلامنا عن موضوعات خاصة بيها. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. المحكمه الرياضيه الدوليه او محكمه التحكيم الرياضي الدوليه، لان هي مش محكمه بالنظام العادي زي ما احنا عارفين هنا المحاكم العاديه، ولكن هو مركز تحكيم دولي تم تاسيسه من اللجنه الاولمبيه الدوليه الاي او سي في سنه 1984. طبعا ده بسبب الزياده في المنازعات الرياضيه اللي موجوده في الفتره الاخيره. الرياضه زي ما احنا شايفين تطورت لصناعه كبيره، فبالتالي المنازعات الرياضيه بدات تزيد بالنسبه لكل الاطراف المنظومه، فكان محتاجين ان يبقى في محكمه دوليه هي اللي بتفصل في المنازعات ما بين الاتحادات والانديه والرياضيين. يعني خلينا نتكلم عن القرارات بالنسبه للاتحاد الدولي لكره القدم في الفتره الاخيره بخصوص التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. امبارح على فكره تم نشر اول رد رسمي من الفيفا على طلب الجزائر باعاده مباراه الكاميرون. الاتحاد الجزائري هذه المقابله ليست جديده. حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي رساله الفيفا: نأسف برايكم ان كانت قرارات الحكام يمكن ان يكون لها تاثير سلبي. قبل ما نكمل هذا الفيديو أخوان وأخواتي، هذا الفيديو ليس جديد، إنما أنا بحاول أن أسترجع لكم بعض الفيديو علشان تشوفوا الحوار كيف كان. عرفتوا هذا الفيديو ليس جديد، حتى لا تقول إنه قديم، هو ليس جديد. هي على مسار المباراة لقد لاحظنا جيدا محتواه شكواك خلال رسالتك، ويمكننا أن نضمن لك بالفعل أن جميع الحوادث التي وقعت أثناء المباراة قد تم فحصها بعناية من قبل حكام الفيديو وفقا لقانون اللعبة وبروتوكول تقنية الفيديو. وبذلك طبعا يشير الفيفا ضمنيا أنه طلب الجزائر مرفوض بإعادة المباراة. الفار وتقنية الفار وإلغاء هدفين للمنتخب الجزائري، إمتى المحكمة الرياضية الدولية بتنظر إلى أمور فنية دقيقة جدا؟ طبعا اخوان واخواتي احنا لسه ان شاء الله احنا مكملين بهذا الفيديو علشان نشوف شو هي القرارات. اخواتي علشان انا اكون معاكم بكل صراحة، هذا الفيديو ليس جديد، انا فقط استعرض لكم هذا الحوار. دقيقة جدا زي تقنية الفار خلال المباراة. طيب هي يعني عشان نصل برضو في موضوع مباراة مصر والجزائر، الامور التقديرية للحكام صعب ان احنا نتكلم فيها طالما ان هي امور تقديريه، ولكن لو في خطا في تطبيق قانون ده كده حاجه خارج النواحي التقديريه. ده خطا في تطبيق قانون، او لو تم اثبات ان في فساد او في حاجه بالنسبه للناس الموجوده في المباراه اثرت على نتيجه المباراه. فبالتالي دول الحاجتين اللي ممكن نشوف الاخر. عشان كده يمكن الفيفا بيقول ان الحكام الفار راجعوا الوقائع وشافوا ان ما فيهاش حاجه، فدي ناحيه تقديريه، لكن في نفس الوقت ضمنيا بيقول ان هو ما حصلش خطا في تطبيق القانون. فدي شويه بيبقى صعب الموضوع ده ان احنا يبقى فيه اعاده للمباريات لو الموضوع ما فيهوش خطا يعني بالنسبه للقرارات. ولكن بالنسبه احنا شفنا المباراه برده ممكن يكون الحكم المتحامل حسب مثلا حاجه معينه او هكذا. طبعا لو الفتره اللي جايه ده رد فيفا حاليا، لكن لو الاتحاد الجزائري قدر ان هو يصل لبعض المعلومات او بعض الدلائل في الفتره اللي جايه
حاجه ليها علاقه بالحكام في المباراه او كذا وثبتت دي، ممكن يحصل زي ماتش السنغال وجنوب افريقيا اللي تم عادته مره ثانيه. نعم. خاصه ان احنا الحكم الخاص بالمباراه ممكن يعني، لكن عنده مده علشان ده يحصل. هو اثناء بالنسبه للحاجه ان هو لو ثبت فساد دي ملهاش مده. ملهاش مده. دي لو ثبت في اي وقت. 21 يوم اللي ده القرارات الاستئناف العادي. لكن لو ثبت للفيفا في اي وقت من الاوقات ان في فعلا فساد، او في زي اللي احنا بنسميها اللي هو ماتش فيكسنج او مانيبيليشن حصل في الموضوع ده عن طريق، لان احنا زي عارفين دلوقتي بيحصل حالات كتير جدا ان ممكن يبقى في حكام او حاجه بيتم التاثير عليهم، مش شرط صحيح. كمان ساعات من فرق نفسها، ساعات ليها علاقه بالمراهنات والامور دي، فبيبقى في يعني مش شرط بس اللي هو ايه الشفافيه والنزاهه يعني في طبعا عام. فلو في ثبت حاجه زي كده فبخلت ان الحكم بيغير قراراته اللي هي بقى غير ما فيهاش خطا في تطبيق القانون، ولكن هو تحت تاثير مخالفه زي كده لا ممكن تصل لإعادة المباراه، ولكن طبعا اثباتاتها بتكون صعبه شويه، صعبة جدا. محتاجه تحقيق ومحتاجه بحث بشكل كبير، عشان كده ما لهاش لا وقت معين يقدر في اي وقت لو ثبت للمنتخب الجزائري. الميزه ان لسه كاس العالم قدامه فتره، فبالتالي ممكن خلال الفتره الجايه دي لو حصل حاجه زي كده تقدر ان هو يتم اخذ قرار مختلف من الفيفا يعني. الله كريم. امتى محكمه التحكيم الرياضي الدوليه بتاخد قرارها بخصوص قضية؟ يعني بتستغرق قد ايه؟ مدتها قد ايه؟ المدة القصوى قد ايه؟ طيب هو يعني المدة اللي بعد اكتمال الملف وكده بيبقى غالبا المفروض 4 شهور، ولكن طبعا المدة دي ممكن يتم مدها حسب الاحتياج لهذا الموضوع، ولكن خلينا نقول ان في حاجات ممكن بيبقى فيها طلبات مستعجلة تقدر تفصل فيها قبل لما يتفصل في الموضوع بشكل نهائي. فعلى سبيل المثال يعني يمكن لسه كان من ضمن القضايا يعني اللي كنا نشتغل عليها في المحكمه الرياضيه الدوليه خاصه بانتخابات الاتحاد السوداني لكره القدم. في برضه من ضمن الاخبار اللي عندي انباء عن قرار الفيفا الحاسم بخصوص لقاء الجزائر والكاميرون. طبعا زميلتنا منى كانت عامله لقاء مهم جدا مع مستشار القانون الدولي وصاحب الخبره الكبيره الاستاذ نصر عزام، لكن عايز اسالك عن رايك. يعني يقال انه قرار الفيفا الحاسم بخصوص لقاء الجزائر والكاميرون هيبقى ما بين 12 و15 مايو، وانت عارف ان كلينا هو رئيس لجنه الحكام الاتحاد الدولي وهو قال انا بدرس الملف بعنايه، ما رفضوش يعني، هم شايفين اخواني لم يرفض كمبلغ عشان احداث حدثت بس دي تبع لجنه الانضباط، لكن ملف التحكيم لسه بيدرس بعنايه. هل ممكن مشكلة في التحكيم؟ هل ممكن نفاجئ بانه في قرار ايجابي للجزائر باعاده المباراه مثلا؟ هي بص انا بستبعد اعاده المباراه، انا بستبعدها صعبه بستبعدها، انما لو في مشكله مؤثره للمباراه، في مشكله مؤثره للمباراه يعني حدث مؤثر كشريط فيديو مكالمة يعني في مشكله طبعا في مشكله او هي دي اللي تعيد او نقطه بالظبط، لكن قرار صعب طب انا عندي خبر انه نادي تشيلسي توصل لاتفاق مع الامريكي تود بويلي لشراء النادي عند مجموعه استثماريه مقابل كام بقى عشان نستعرف اهميه كره القدم. قلت لحضراتكم اول طبعا هذا قميص مارادونا او تشيرته في ماتش انجلترا اتباع ب 170 طبعا مليون. هذا موضوع ثاني. طبعا احنا اتضح فعلا انه في فساد وفي ملف واضح جدا انه في ظهر في فساد وفي رشوة، فإن شاء الله إن إحنا بنأمل من الله تعالى إن شاء الله نتفائل تفاؤلوا خيرا تجدوا إن شاء الله بإذن الله تعالى إنه الجزائر بقطر بإذن الله تعالى ما يضيع حق وراءه مطالب، ونحن مع الجزائر ظالمة أو مظلومة لن نستسلم ولن ننهزم، مع الجزائر دائما ظالمة مظلومة إحنا دائما مع الجزائر. هذا الفيديو إخواني ليس جديد، ولكن أنا حبيت متعمدة جدا أني أضعه. لا تنسوا لايكاتكم واشتراكاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.